السلام عليكم. أول ما بفكر الطبيب لما بيطلب إلك فحوصات المعادن بيطلب الكالسيوم وبيطلب البوتاسيوم وبيطلب الصوديوم وغيرها، لكن المغنيسيوم قلما تجد طبيب يطلب هذا الفحص أو مستوى المغنيسيوم في الدم. هل الطبيب لأنه ما بيعرف قيمة هذا المعدن؟ لا، ولكن المغنيسيوم عنصر مهم جدا، كثير بيعتبروا انه البوتاسيوم هو نمبر 1 من المعادن، شخصيا بعتبر المغنيسيوم اهم منه، ولكن احنا ما بنطلب المغنيسيوم في الفحص لانه نتيجه الفحص لا تعطي دلاله كافيه على انخفاضه، ليش؟ لانه 99% من المغنيسيوم الموجود في اجسامنا موجود داخل الخلايا، مش موجود في الدم. كميته الموجودة في الدم لا تتعدى 1% من الإجمالي من المجموع الكلي للمغنيسيوم. إذا 99% منه وين موجود؟ موجود في خلايا أجسامنا اللي هي في الهيكل العظمي في العظام وفي العضلات، 1% في الدم. يعني أنا لما بدي أطلب فحص المغنيسيوم سواء كان طبيعي، الفحص هذا ممكن يكون طبيعي لكن أنا بعاني من مشاكل بسبب نقص المغنيسيوم في العضلات وفي العظام، طيب ممكن يكون منخفض وأقول والله أنا عندي فيه انخفاض، ويكون في العظام كويس وفي العضلات كويس. إذا لا يعطي دلالة كافية فحص المغنيسيوم، لا يعطي دلالة كافية إلا من خلال مختبرات متخصصة ممكن تقيس، لكن للأسف عندنا مش موجود في معظم البلدان، مش موجود يعني المختبرات المتخصصة. يعني على سبيل المثال في الولايات المتحدة فقط 140 مختبر بيعملوا فحص المغنيسيوم اللي هو الحقيقي، يعني بدوك نتيجة طبيعية وحقيقية لمستوى المغنيسيوم في جسمك وليس في الدم. طيب أهمية المغنيسيوم كبيرة جدا، لما بنقول في العضلات وفي العظام معناته له دور مهم جدا في حركتنا، في تقلص وانقباض العضلات. طيب المغنيسيوم هو اللي بيعمل الانقباض؟ لا، المغنيسيوم بيعمل ارتخاء للعضلات. ليش؟ لأنه هو اللي بيتحكم في عبور الكالسيوم إلى الخلايا العضلية وإلى العظام أيضا، يعني هو بيعمل ضد الكالسيوم، هو اللي بيتحكم في عبور الكالسيوم ولكنه يعمل ضده، يعني بيعمل بالتوافق معاه، يعني مش ضده، لا ضده على مستوى الكمية، يعني هو بيقول للكالسيوم والله ادخل جوه الخلية عند حد معين بيقفل عليه وبيقول له خلاص احنا مش محتاجين اكتر من هيك. ليش؟ لانه الكالسيوم هو المسؤول عن انقباض الالياف والخلايا العضلية. تمام. طيب البوتاسيوم شو بيعمل؟ بيعمل ارتخاء في العضلات. علشان هيك احنا العضلات في اجسامنا 3 انواع. نوع العضلات الهيكلية اللي هي بتشكل بتدي القوام وشكل الإنسان، العضلات اللي بتبني يعني لعيبة الناس اللي بيلعبوا كمال الأجسام وبناء الأجسام بنلاقي العضلات الظاهرة، هذه بنقول عنها عضلات هيكلية. والنوع الثاني من العضلات هي العضلات الملساء اللي موجودة داخل القناة الهضمية في طبقات أو جدار القناة الهضمية، موجودة في الحالبين، الحالب اللي بيمتد من الكلى حتى المثانة، موجودة في الأوعية الدموية. يعني أنا إذا عرفت أنه عندي فيه هاي نوعين من العضلات، والنوع الثالث وهو الأهم اللي هو عضلة القلب، عضلة القلب لحالها نوع واحد. إذا كل من خواص العضلات أحد أهم ما يميز العضلات هو الخاصية الانقباضية للعضلة، إحنا ما بنقدر نتحرك ونمشي إلا بانقباض العضلات، هي اللي بتديني القوة وبتخليني أتنقل أو يعني أتحرك من مكان إلى آخر، بتخليني أشيل أرفع أدفع، كل هذه الأمور تتحكم فيها العضلات. إذن العضلات مش مطلوب منها تضل منقبضة على طول، لازم ترتخي في لحظة من اللحظات، ولولا ارتخاء عضلة القلب لما حدث الانقباض. يعني الانقباض مهم جدا لكن أهم منه هو الارتخاء. عضلة القلب ما بينفع تضلها إيش منقبضة على طول، لازم إيش يصير لها عملية انبساط، لأن دورة القلب تتكون من عمليتين، انقباض وانبساط. الانبساط هذا مين اللي بيتحكم فيه؟ المغنيسيوم، المعدن المظلوم اللي حقه مهضوم، حتى ما بنطلب، ما بنكتب على روشتة الطبيب إنه يطلبه، وقلنا ليش ما فحص؟ لأنه نسبته في الدم قليلة ولا تعكس حقيقة اللي هو إنه والله إذا كان منخفض أنا بعاني من مشاكل، أو حتى إذا كان طبيعي قد أكون بعاني من مشاكل بسبب نقصانه، ولكن يعني المغنيسيوم بعتبره المعدن الأهم. طيب شو كمان المغنيسيوم بيفيدنا؟ اليوم في دراسة، بديش أقول دراسة، دراسات وأبحاث عديدة أثبتت بما يدع، يعني فيش مجال للشك في هذا الموضوع،
الناس اللي بيعانوا من زيادة الوزن وبيحاول ينزل وزنه قال لك إذا وبيفشل في عملية إنقاص الوزن قال لك ابحث عن المغنيسيوم. المغنيسيوم عندك بكون ضعيف لأنه ثبت إنه المغنيسيوم بيساعد في حرق أو زيادة السعرات اللي بتستطيع اللي هي حرق في إنتاج الطاقة، هو عنصر رئيسي في إنتاج الطاقة أو اللي إحنا بنسميها الـ ATP اللي هو الأدينوزين ثلاثي الفوسفيت اللي هي الخلية، كل خلية في جسمنا بتنتج طاقة، اللي بتحكم في هذه العملية هو المغنيسيوم. كمان المغنيسيوم قلنا مسؤول عن انقباض العضلات، قلنا جزء من هذه العضلات الملساء الموجودة في جدار الأوعية الدموية. طب إذا ما كان في مغنيسيوم وما صار في ارتخاء لهذه العضلات بكون الوعاء الدموي على طول هو في حالة انقباض. لما يكون في حالة انقباض بيزيد مقاومته للدم، الدم اللي بيسري عبر هذا الوعاء، وبالتالي بيرتفع عند ضغط الدم. وثبت ايضا انه هو عامل مهم في حدوث عملية انخفاض ضغط الدم. الناس اللي بيعانوا من ضغط الدم اللي مش معروف سببه حقيقة، لكن وجد انه كتير منهم بيعانوا من نقص المغنيسيوم. كمان المغنيسيوم مش بس هيك مهم، مهم لدماغك، مهم للنشاط الكهربائي في الدماغ. كل السيالات العصبية اللي بتنتج من الجهاز العصبي لولا وجود المغنيسيوم لما تمت ولما نمت بشكل مريح، لولا ارتخاء العضلات في الليل لما بيستطيعش الإنسان فينا ينام. المغنيسيوم عنصر مهم جدا للراحة ولاسترخاء العضلات. كثير من الناس بيقول لك والله أنا حاسس جسمي مشدود يا دكتور، حاسس جسمي متيبس يا دكتور، بنام مش مرتاح، بصحى مش مرتاح. ابحث عن المغنيسيوم، المغنيسيوم عنصر مهم جدا. للحقيقة يمكن معلومة، يمكن أنا وأنا ببحث عن المغنيسيوم وجدتها، أكثر من 320 إنزيم في جسم الإنسان، وهذه الإنزيمات اللي بتدخل في كل العمليات الحيوية في جسمك، في كل العمليات، حتى في إنتاج الخلايا، تجديد الخلايا، في المناعة، في عمليات الاستقلاب. 320 إنزيم، لا تتم صناعة تلك الإنزيمات أو إيجادها إلا في وجود نسبة كافية من المغنيسيوم. يعني إذا كان المغنيسيوم عندك في مشكلة، كل الإنزيمات هذه اللي بتساعد في هضم البروتينات والدهون والكربوهيدرات وامتصاصها واستقلابها ونواتجها وهو كلها ممكن تختل بسبب نقص المغنيسيوم. المغنيسيوم ملك، ملك المعادن، ما هواش معدن ما بينطلب بالفحوصات ومسكين مظلوم، إلا أنه له دور مهم وكبير جدا. كيف ممكن أحصل على المغنيسيوم؟ حقيقة المغنيسيوم، يعني أنا معلش سريع شوية اليوم، الموضوع فيه كلام كتير بس ما بدي أطول. المغنيسيوم موجود في الخضار الورقية، كل الخضار الورقية موجود بكثرة في الطبيعة، موجود بكثرة، علشان هيك أنا بقول ممكن نحصل عليه بسهولة من الطبيعة، موجود بكثرة كل الخضار الورقية. شوفي عندنا خضار ورقية، السبانخ، السلق، البقدونس، البروكلي، الجرجير، يعني كثير الخضار الورقي. ولكن في مشكلة حقيقة، المشكلة بتقول انه انا لما بدي احصل على الخضار، بدي اتناول الخضار الورقية، يجب ان تكون مزروعة في تربة تحتوي على المغنيسيوم. اذا كانت التربة هذه استهلكت مرة واثنين وثلاثة، تمت الزراعة فيها واستهلك عنصر المغنيسيوم منها، حتى الخضار الورقية بيكون قليل بتحتوي على المغنيسيوم. طب كيف بتم التغلب على هذه العملية؟ اليوم المزارعين بتغلبوا عليها من خلال تسميد التربة، يعني السماد نفسه اللي بيستخدموه للتربة بيحتوي على كميات معتبرة من المغنيسيوم، حتى النبات بعد ما بيطلع المزارع يعني بيعتبر انه هو منتوجه الناتج بيكون مفيد. مش كل مثلا السبانخ واحد، ممكن تلاقي واحد زارع سبانخ وتعبان عليه ومسمد الارض لانها بتحتوي على المغنيسيوم، فبكون هذا افضل بكثير من انسان بيزرع في مناطق يعني مستهلكه، لانه يعتبر المغنيسيوم المعدن التاسع في التربه، معدن مهم للغايه. اذا الخضار الورقيه ممكن نحصل عليه. من المواد الغذائيه الغنيه جدا بالمغنيسيوم المكسرات، ونمبر 1 في المكسرات هو اللوز. اللوز ويفضل انه يكون نيئاً. طيب رقم 3 الشوكولاتة الداكنة الدارك تشوكلت بنقول عنها، ولكن حبذا لو كانت بدون سكر. وبالمناسبة بما انه ذكرنا السكر،
المغنيسيوم بيزيد من حساسية الخلايا للإنسولين، يعني بيساعد على اختراق الجلوكوز مع الإنسولين، بدخل الجلوكوز جوا الخلية حتى تستهلكه. عشان هيك وجد إنه مرضى السكر وجد إنه في ربط بين السكر وبين بين الإصابة بالسكر النوع الثاني وبين نقص المغنيسيوم، علشان هيك دير بالك على المغنيسيوم. طيب الشغلة اللي بعد هيك اللي ممكن نحصل عليها من المغنيسيوم اللي هي احنا بنسميها الأطعمة البحرية. كل الأطعمة البحرية الأسماك بتحتوي على مغنيسيوم، وحقيقة يعني فيها نسب وافرة جدا. بعد هيك بيجي عندي الأفوكادو. الأفوكادو مهم جدا، الأفوكادو من أغنى الأطعمة التي تحتوي على المغنيسيوم. الموز، الموز ما هوش بوتاسيوم زي ما فهمونا طول عمرهم بوتاسيوم. الموز بيحتوي على نسبة بسيطة من البوتاسيوم، يعني انت معلش انا ما بدي احول على البوتاسيوم، بس علشان انت تاخد يعني كمية طبيعية من البوتاسيوم لجسمك بدك 9 حبات من الموز حجم متوسط، عشان يعني طبعا على هذا الاساس حتنصاب بالسكر من وراء البوتاسيوم الموجود فيه. ولكن الموز يحتوي على نسبة جيدة جدا من المغنيسيوم. اذا المغنيسيوم مهم ويعني موجود بكثرة في المواد الغذائية اللي موجودة في الطبيعة ومن السهل الحصول عليه. قديش أنا بلزمني في اليوم؟ كم ملي جرام لازمني في اليوم؟ الحقيقة النسب تتفاوت، ولكن يعني أنا بدي أجيب رقم متوسط. يجب ألا يقل استهلاكك اليومي من الموز من 300 إلى 450. البعض بيقول يعني من 320 إلى 420، أنا بدي أقول من 300 إلى 450 ملي جرام بشكل يومي. هل تعلم إنه كل الحبوب والبقوليات تحتوي على البوتاسيوم؟ البازيلا الخضراء مليانة أنا بنحكي عن المغنيسيوم. البازيلا الخضراء مليانة يعني تمتلك كمية كبيرة جدا من المغنيسيوم. كل الحبوب تحتوي على المغنيسيوم، بس في مشكلة حقيقة لازم ننبه إلها. علشان أنا أتناول المغنيسيوم اللي فيها بشكل كويس، لأنه فيها مواد أخرى الفايتات بنقول عنها بتدمر المغنيسيوم بعد ما أتناوله، لازم أنقعها. النقع في الماء لفترة يعني شوية ممكن لساعات ممكن يخلصني من هذه المواد الضارة اللي بتضر وبتعمل على تدمير المغنيسيوم الموجود في الحبوب. القمح أو قشور أو إحنا بنسميها النخالة، نخالة القمح، عارفين 100 جرام من نخالة القمح فيها تقريبا 450 ملي جرام من البوتاسيوم، يعني 100 جرام من نخالة بتكفيك لليوم. بس للأسف اليوم أصبح نخالة القمح منزوعة، والطحين الأبيض اللي بيجينا 90% 95% منزوع من المغنيسيوم. وبالتالي إحنا لازم ندور ونبحث عن المواد الغذائية اللي بيكثر فيها المغنيسيوم ونتناولها. هل ممكن أنا أتسمم من المغنيسيوم اللي الكل عنده شغالة بشكل كويس؟ فيش مشكلة اللي الكل عنده شغالة بشكل كويس. ليش؟ لأنه بتتم طرح المواد الفائضة أو الفائض من المغنيسيوم عبر الكلية وعبر الكبد أيضا، وبالتالي لا داعي للقلق. هل حدثت حالات سمية من يعني صار تسمم من المغنيسيوم؟ حقيقة وجد إنه فقط بعض من غرقوا في البحر الميت، وجدوا انهم عندهم والله يعني نسبة المغنيسيوم عالية. قالك لانه البحر الميت هو مياهه من اغنى المياه اللي بتحتوي على المغنيسيوم. حتى البعض كان يعتقد انه مجرد الاستحمام في مياه البحر الميت من خلال ملامسة الماء لجلدك ممكن يصير امتصاص للمغنيسيوم، وهذا طبعا فائدة. ولكن في حالات الغرق لا قدر الله وجد انه هذول الناس كان عندهم تسمم بالمغنيسيوم، لانه يعني ارتفعت لديهم النسب بشكل عالي وكبيرة جدا. المغنيسيوم هذه اخر شغلة بدي احكي فيها، ويمكن في الحلقة اللي فاتت حكينا عن الامساك وكيف ننظف القولون وقلنا نتناول الالياف. عارفين انه من الالياف من محتوى الالياف الخضار، ما قلنا الخضار الورقية موجود فيها ايش؟ موجود فيها المغنيسيوم. طيب المغنيسيوم وجد انه هو بيعمل على استرخاء العضلات، ومن ضمن العضلات العاصرة للشرج وللحوض. كل الحوض والامعاء عبارة فيها عضلات، اذا استرخت هذه العضلات فمن السهل انك تتخلص من الامساك. وكان يعتقد يعني كثير من الناس ولا زلنا بنعتقد انه الالياف لها دور، لكن البعض يعتقد انه الالياف
بتساعد في تحسين او عملية الاخراج، في تحسين عملية الاخراج وبتحارب الامساك، ليس بسبب انها الياف فقط، قال لانها تحتوي على المغنيسيوم، والمغنيسيوم بيساعد على ارتخاء العضلات، وبالتالي من السهل اخراج الفضلات والبراز. اذا المغنيسيوم فوائده عظيمة جدا، فوائده كبيرة مهمة. اتمنى الاهتمام بهذا المعدن المظلوم والمهضوم حقه حتى من الدكاترة، ما بطلبوه في التحليل ولا في يعني حتى أخصائي التحليل الطبية، نادر ما يجيهم يعني يقولوا والله افحص لي، وحتى ان فحصوا قلنا النتيجة لا تعكس يعني طبيعة الحالة. أتمنى السلامة لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.